طبعا زي ما انتم شايفين دي الجراوي حطيتهم جنب الفرن او جنب حراره، لان للاسف الام اهملتهم جامد والجراوي اصلا ضعيفه وما كانتش بتدفيهم. حاولت ادفيهم على قد ما اقدر وارجع لهم حراره جسمهم العاديه، وبدات ارضعهم من لبن الام عشان لبن البقري او الجاموسي بيبقى دسم عليهم بزياده. تمام، فانا هحاول على قد ما اقدر اجيب لبن من الام لحد مثلا حوالي 10 ايام على بال ما يبداوا ياكلوا او يبداوا يتحسنوا او يبداوا يرضعوا حتى لوحدهم، وبعد كده انزلهم للام لو قدرت ان شاء الله اخليهم عايشين. ازيكم يعني يا شباب، عاملين ايه؟ والنهارده جبنا لكم فيديو جديد، وفيديو النهارده للاسف ممكن يكون حزين لناس كتير كتير كتير. ناس ياما كانت مستنيه عيال سيلفر، وناس كانت بتحجز من عيال سيلفر وعايزه تشتري، وناس برضو اللي كانت مستنيه الجارو اللي انا كنت اطلعه تبني، لان انا كنت فعلا متفق معاها كنا انا لما عيال سيلفر يجوا هعمل سحب على جرو في الانستجرام عندي برضو. بس للاسف 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 ما حصلش نصيبه، والحمد لله ما حدش بياخد اكتر من نصيبه. بس يا ريت بعد كده يا شباب اي حد يشوف حاجه حلوه او حاجه الناس يعني مبسوطه منها او صاحبها فرحان بيها وانت برضو حاببها تمام ونفسك فيها برضو، تذكر ربنا بس على الحاجه تمام، يعني تذكر ربنا مش هتخسر اي حاجه، بل بالعكس انت بتاخد حسنات وربنا ممكن يكرمك بحاجه احسن منها. فكل اللي انا طالبه بعد كده اي حد يشوف اي حاجه حلوه، جراوي ايا كان، مثلا حاجه مع صاحبك حلوه ايا كانت ايا كانت، تذكر ربنا عليها. ويا ريت برضه ما حدش يبقى فيه حقد لحد تمام. غير كده انا ما زعلتش الحمد لله، ما حدش واخد اكتر من نصيبه على اي حاجه، ما زعلتش الحمد لله على اي حاجه، مش فارقه معايا غير ان الحاجات دي كانت روح وكانت مسؤوله مني بس، وكنت بحاول على قد ما اقدر ان انا اخليهم يعيشوا تمام. اول جروين انا للاسف اللي يعرف ان انا كنت لسه بجهز الاماكن تحت، ولدت بدري قبل ميعادها تقريبا بخمس ايام ولا حاجه، كنت انا لسه ببدا بعمل عشش انا اللي بعملها بايدي تمام، كنت شغال فعلا وكنت بدات اشتغل في المكان اللي تحت، وكنت بدات ايه اظبط الاماكن. لو كانت الكلبه كانت استنت يعني برضو كان هيعيش ولا لا، برضو كل ده بيد ربنا مش بيد حد تاني تمام. فالحمد لله يعني تمام، وان شاء الله في شغل تقيل ان شاء الله جاي في الفتره الجايه انا اللي هعمله بايدي، وهيبقى فيه عشش كويسه جدا للكلاب تولد فيها، وان شاء الله هنجيب كلاب برضو نتاهات لسيلفر باذن الله، يعني مش هنفقد الامل في دي تمام. بس كمل الفيديو للاخر واعمل لي لايك يعني ادعمني، يعني حتى عشان الصدمه اللي انا فيها دي ادعمني، اعمل لي لايك واشترك في القناه، عايزين نوصل بقى 17000 مشترك، وخش اعمل لي فولو على الانستجرام تمام. وهسيبكم مع الفيديو الحزين دوت، تكملوا الاخر وشوف اشكال الجراوي و شكلهم يعني زي ما انتم والدنيا شايفين جايبة ما شاء الله 4 جراوي أحلى من بعض. ده جروة أهو زي ما انتم شايفين، دي ألوانه ما شاء الله جميلة جدا. ده دي لو نتانة هربيها إن شاء الله. يعني جراوي نفس لون الأم، ده تقريبا نفس لون الأم برندل تمام، وجروين نسخة التانية من سيلفر أو ألوان بلو، نسخة من سيلفر، ده نسخة من سيلفر، النسخة التانية من سيلفر ما شاء الله. طبعا لسه مش عارفين هيعيش ولا لا تمام. كان في جروين نازلين امبارح ميتين تمام، كان في جروين امبارح نازلين ميتين للاسف، تقريبا تقريبا والله اعلم برضو كلتهم تمام. الجرو ده ضعيف ضعيف جدا، ده يا عالم هيعيش ولا لا تمام، بس انا بقول مش هيعيش. ان شاء الله هيعيش برضو مش عارف اهو، بس هو تقريبا يعني شبه ميت، هو بيتحرك بالعافية تمام، ما بيصوتش ولا حاجة، جرو صحته مش كويسة تمام. بحاول لو هو شرب مية اطلعه من بقه، بس الجرو حالته مش حلوة يعني تمام. كانت نزلة جرون امبارح بس انا ما كنتش هقتلها لسه، المكان اللي تولد فيه للأسف لان كنت بدأت انضف الدنيا، ولدت تقريبا في وسط طوب وهي تقريبا اللي موتتهم. فده بسببي مش عارف انا، بس انا ما كنتش اتوقع ان هي تولد، ولدت بدري عن ميعادها يعني، فده ذنب يعني، حاجه زعلتني جدا. جروان كانوا ما شاء الله احلى من بعض، كان لون ابيض وبلو، نسخه من سيلفر برضو نفس الجروان دول تمام ما شاء الله. سيلفر يعني طاغي على الام جدا، طاغي 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 جدا على الام اهو زي ما انتم شايفين. يا رب بس يعيشوا. انا راضي جدا عن الاربعه، بس هي قعدت تقريبا يوم تولد، قعدت ياما تولد
اتوقع ان هي لسه في بطنها في جراوي، ولو ما فيش برضو الحمد لله كده حلو جدا، 4 جراوي كويسين جدا ما دام صحتهم كويسه وبيرضعوا، ما عنديش اي مشكله، وان شاء الله الجرو ده يعيش بس، وانا يعني مش هزعل يعني، ان شاء الله يعني مرضيين فاهمين، جرو صحته يعني شبه كويسه يعني تمام. بس اول جروين للاسف اللي هم احسن جروين دايما بيجوا في الولد او اكبر جروين ماتوا، فمش عارف ممكن ده خير من عند ربنا عشان ترضع دول وتهتم بيهم اكتر، عادي جدا ما تزعلش على حاجه راحت منك تمام. طبعا انا حاطط لها ورق و زي ما انتم شايفين ورق وقش، ما رضيتش اغير لها القش اللي هي ولدت عليها عشان الريحه تمام، بحاول بس انشف تحتيها كده عشان المايه بس والجراوي باي حته قماشه، بحاول انشف تحتيها وبحاول ازود لها بس الورق من غير ما اشيل الحاجات يعني تمام. ما شاء الله ولدت لي ذكر بني تقليب عالي قوي جدا ما شاء الله، لون جميل جدا بس ذكر للاسف، انا كنت عايزه انتهى بس الحمد لله حلو. دلوقتي هم 5 جراوي تمام، في جرو للاسف 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 مات تمام، ده هحاول اشيله من غير ما الامه تحس. كان جرو مستوى جميل جدا اللي هو شبه سيلفر، وده برضو نسخه تانية من سيلفر، يعني هي حاليا ولدت 8 جراوي، مش عارف لسه هتولد ولا لا، بس تقريبا بطنها بتقول ان كده تمام يعني تمام. جراوه جميله جدا ما شاء الله، الوان حلوه 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 جدا ما شاء الله تمام. بس الجرو اللي مات ده للاسف زعلت عليه، بس الحمد لله ما حدش ياخد اكتر من نصيبه. هنبدا بس ننضف لهم الدنيا، هبدا احط لهم ورق تمام. بس الام بتشيلهم اهي، شوفوا ما شاء الله احنا هنا جدا. هبدا بس انضف لهم الدنيا دي واحاول اشيل الرمل على قد ما اقدر عشان ما يتنيلوش، وايه واحط لهم ورق بدل اللي تحتيهم ده تمام. الجرو ده صغير جدا برضه، خايف يحصل له حاجه بس ايه كده تمام. انا مش عارف ده الجرو بتاع امبارح ولا بتاع النهارده او هي والدة جديد، بس في جروين انا مش عارف هي ودتهم فين تمام، مش عارف اتاكلوا ولا ده بتاع امبارح وهو مات النهارده، او هو اصلا كان ميت كده كده تمام، فانا مش عارف بس انا هشيله منها يعني تمام. كده معانا 5 جرو صحيين وجرو ميت، يعني 6 ما شاء الله اللي قدامي حاليا 6. هبدا ادور كده على جرو كمان، مش عارف هتولد تاني ولا لا، بس تقريبا كده خلاص 5 جراوي يعني مفهومش حاجة أحسن من جراوي ما فيهم حاجة تمام، أو كده تمام يعني. طبعا ده شبه الأم جدا لون الأم، وده تقريبا تري كولر، تقريبا تري كولر ما شاء الله حاجة جميلة. واللي مات ده هنحاول نشيله دلوقتي من غير ما الأم ما تحس تمام. ده مات حوالي تقريبا هي ولدت 8، مات للأسف للأسف يعني مات 5، اتبقى 3 دول بس اللي اتبقوا تمام، نتاء وذكرين بس الوان جميلة جدا ما شاء الله. طبعا الجراوي مشكلتها ان هي نازلة ضعيفة، والدة بدري عن ميعادها، مضطر ان انا ارضعهم من الام بنفسي، الجراوي ما بتعرفش ترضع لوحدها، دي مشكلة يعني صعبة جدا، لازم انا اللي امسك الجرو صدر الام وارضعه بنفسي تمام. الجرو ضعيفة جدا تمام، زي ما انتم شايفين الكلاب اصلا تقريبا نازلة شبه ميتة تمام، فانا هحاول على قد ما اقدر كل ساعتين او كل ساعة ارضع انا بنفسي، يعني اخليهم يرضعوا من الام لحد يومين 3 ايام 4 ايام حتى لحد ما يبدأوا هم يمسكوا من نفسهم. هم بقى 3 جراوي ان شاء الله سهلين، ان شاء الله يعيشوا، صحتهم كويسه، بس ان شاء الله يعني يعيشوا، ان شاء الله ما يموتوش، مفيش حاجه تموت منهم يعني. طبعا للاسف للاسف الجراوي كلها تقريبا ماتت، متبقاش غير اللي شبه سيلفر بالظبط ده. انا فاضطر انا ان انا اخده من امه لان هي للاسف ما عرفتش تهتم، 7 جراوي موتتهم. هحاول اخد منها لبن تمام، احاول انا اخد منها كميه لبن معينه وابدا ارضعه عندي في الشقه فوق تمام، لان هي بتموت الجراوي للاسف، يعني منزلها مضاعف جدا والجراوي اصلا مش بترضع للاسف تمام، فانا هاخد دوت واحاول اهتم بيه بنفسي تمام. كويس ديت لسه فيها روح عيد بس على يعني الخفيف خالص، فانا هحاول اخد الاتنين دول تمام. انا لسه واخد بالي دلوقتي، هي تقريبا شبه برضو ميته، ده خلاص تقريبا مات اهو، بس انا هحاول ارضعهم شويه من الام، وبعد كده هاخدهم هدفيهم كويس 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 درجة حرارة 30،
اخد من لبن الام، لان ما ينفعش اجيب لهم لبن بقري حاليا لان هو بيبقى دسم عليهم بزياده، تمام؟ فانا هحاول ارضعهم شويه من الام واخد منها كميه لبن معينه وارضعهم انا، تمام؟ وطبعا زي ما انتم شايفين دي الجراوي حطيتهم جنب الفرن او جنب حراره، لان للاسف الام اهملتهم جامد والجراوي اصلا ضعيفه وما كانتش بتدفيهم. حاولت ادفيهم على قد ما اقدر وارجع لهم حراره جسمهم العاديه، وبدات ارضعهم من لبن الام عشان لبن البقري او الجاموس بيبقى دسم عليهم بزياده، تمام؟ فانا هحاول على قد ما اقدر اجيب لبن من الام لحد مثلا حوالي 10 ايام على بال ما يبداوا ياكلوا او يبداوا يتحسنوا او يبداوا يرضعوا حتى لوحدهم، وبعد كده انزلهم للام لو قدرت ان شاء الله اخليهم عايشين يعني. عايز يرضع، لونه جميل بصراحة. صار يا رب يعيش، بإذن الله يعيش. دي للأسف برضو ماتت. للأسف مولودين ضعاف جدا. حاولت على قد ما اقدر ادفيها وارضعها بايدي وكل ده، بس للأسف برضو ماتت، تمام؟ اتبقى لنا بس واحد اللي هو شبه سيلفر، هحاول بقى على قد ما اقدر معاه، تمام؟ بس اقسم بالله يعني تعبوني جدا، تعبوني جدا 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 في اليومين اللي انا اللي هم ماتوا فيهم دول. انا كنت يعني ما بطلعش من عندهم حرفيا، اهتميت بيهم كويس جدا، ولكن الجراوة نازلة ضعيفة ما بترضعش اصلا. فدي مشكلة ان الام ولدتهم بدري، تمام؟ زي ما انتم شايفين اصلا الجر باين عليه ان هو لسه ما اكتملش، تمام؟ رجله حمرا وشه لسه احمر، يعني تحس ان حتى الشعر لسه مغطاش جسمه كله. بس يلا الحمد لله محدش بياخد اكتر من رزقه كده، يكون اخر جرو مات.